الله من جديد أكشن مع وليد. وطبعا اليوم مباراة مهمة جمعت المنتخب السعودي مع المنتخب البولندي. خسر المنتخب السعودي نتيجتها بهدفين مقابل لا شيء. طبعا ما يعني لو نطلع وننزل برضو ما النتيجة مش عادلة، ما هي عادلة ولا هي قضية أو مسألة عاطفية. الأداء الفني والشكل الفني للمنتخب الأخضر لم يكن يستحق الخسارة. نتائج مباريات اليوم: تونس خسرت من استراليا بهدف واحد مقابل لا شيء. بولندا مع الأسف الشديد فازت بالحظ على السعودية بهدفين مقابل لا شيء وبأخطاء لاعبي المنتخب السعودي. فرنسا فازت على الدنمارك 2-1 وأصبحت أول منتخب يتأهل إلى الدور الثاني من البطولة، وأصبح المنتخب القطري أول منتخب أيضا يخرج من البطولة. الآن مباراة جارية بين الأرجنتين والمكسيك، والنتيجة لا تزال حتى الآن التعادل السلبي بين المنتخبين، والله يديمها وإن شاء الله تستمر النتيجة على ما هي عليه. نشوف ترتيب المجموعة حتى الآن قبل إضافة هذه النتيجة: بولندا ذهبت المركز الأول بأربع نقاط، السعودية الثاني بثلاث نقاط، المكسيك الثالث وأرجنتين الرابع. يعني لو انتهت بالتعادل نقول إن شاء الله راح يصير عند المكسيك نقطتين، عند الأرجنتين نقطة. الخطوة الجاية، الجولة الجاية، راح تلتقي السعودية مع المكسيك، فتصبح المكسيك تحت ضغط شديد، لابد أن تحقق الفوز لأن عندها نقطتين والسعودية ثلاثة. الأرجنتين راح تلعب مع بولندا برصيد نقطة واحدة، ويصبح الأمل الوحيد للأرجنتين هو الفوز على بولندا. فممكن المنتخب السعودي يستفيد من هذه القصة ويذهب ويتأهل كثاني هذه المجموعة، ويمكن يصير الأول، ما في شيء كثير على الله. المتأهل من هذه المجموعة طبعا نتمنى نكون الأول، لأن السعودية لو تأهلت الثاني، المشكلة أنك راح تلعب مع فرنسا. فرنسا متصدر المجموعة الأخرى اللي راح يقابلها معها المنتخب السعودي، فتلعب مع فرنسا يعني هي ناقصة يعني. تونا ما صدقنا على الله، خرجنا من أزمة من ردود فعل الأرجنتين، دخلنا في بولندا، لكن إن شاء الله الأمور تكون أفضل. رحب بضيوف حلقتنا اليوم معي طبعا دكتور سلطان اللحياني ضيفنا الدائم في كأس العهد للدور القادم، ونقول يا رب، نقول يا رب. إيش أوراق التأهل عندنا؟ نفوز على المكسيك 1-0، لا ما في شيء يعني، لا توجع قلبك في شيء ثاني. نفوز على المكسيك 1-0 نتأهل للدور الثاني. طيب تعادلنا مع المكسيك، إذن لازم بولندا تفوز على الأرجنتين، أو الأرجنتين تفوز على بولندا بفارق 4 أهداف أو أكثر. طيب هذه تعادلنا 0-0 مع المكسيك، إذا تعادلنا 1-1 2-2 3-3 4-4 هنا راح ننتظر فوز الأرجنتين على بولندا 3-0 أو فوزهم بفارق 4 أهداف. إذن إيش اللي أسهل دكتور؟ إن بولندا تفوز. إن بولندا تفوز على الأرجنتين يا أخي صعبة، ما أدري، أنا شايف إنها صعبة، إيش رأيك؟ لا ما أتوقع في شيء صعب، صحيح على طريق الأرجنتين، ولكن طريقة أسلوب المنتخب البولندي، السهولة في نقل الكرة للثلث الأخير، والسهولة كذلك حتى في عملية التسجيل من الكرات العرضية، أعتقد إنه له فرصة كبيرة، ولكن الأرجنتين بلقاء اليوم ممكن إنه عادل. أعتقد كل إنسان عربي في لحظة الفوز في انتصار تاريخي كان على المنتخب الأرجنتيني في واحدة من أفضل ملاحم كرة القدم العربية خلال تاريخ مشاركات العرب في المونديال. سعيد جدا حقيقة أني كنت جزء من هذا الحدث الكبير. اليوم بعد مباراتين فعليا أثبت المنتخب السعودي أنه قادر على مقارعة الكبار. جزئيات بسيطة هي اللي حسمت مباراة اليوم مع المنتخب البولندي، ضياع ركلة الجزاء يمكن كان واحد من هذه الأشياء، لكن هذه أمور واردة في عالم كرة القدم، والمنتخب قادر إن شاء الله على أن يعوض في المباراة الجاية مع المنتخب المكسيكي. التأهل إن شاء الله من لوسيل إلى الدور الثاني بحضور، بتلاحم، بتكاتف الجميع، كل اللي نشوفه حول المنتخب كلها أمور إيجابية، بداية حقيقة من اجتماع صاحب السمو ولي العهد باللاعبين في السعودية، وصولا إلى الأداء اللي ظهر عليه المنتخب السعودي، واستكمالا أيضا للحضور الجماهيري الكبير جدا اليوم المنتخب السعودي وجماهيره، من أكبر الأشياء الجميلة اللي موجودة في مونديال قطر 2022. 88,000 متفرج إن شاء الله على موعد مع التاريخ مرة ثانية، تكرار إنجاز 94، وإن شاء الله نفكر فيما هو أفضل من إنجاز 94، ليش لا، بحكم أن احنا شفنا منتخب قادر على مقارعة المنتخب
المنتخبات الكبيرة سواء الأرجنتين أو حتى منتخب بولندا. كل الأمنيات إن شاء الله لكم بالتوفيق، وأنا سعيد جدا حقيقة بكل ردود الأفعال اللي جت بعد المباراة، ومثل ما قلت لك ليست إلا مجرد مشاعر لكل مواطن عربي. أولا الخسارة غير متوقعة، ولكن والسعودية فايزة على الأرجنتين، وتلاقي يشعر جوان هو اللي هزمهم، صحيح، وهو اللي مر التمرير، رغم يعني يعني المباراة كلها ما كنا في يومنا، بس الحقيقة كان في يعني واضح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والله قايم بجهد إداري ما هو سهل وداعم للمنتخب الأخضر. محمد الشيخ شايف المنظر أمامك؟ شايف المنظر، الأمير عبد العزيز على رأس الهرم المسؤولية ويقوم بتفاصيل التفاصيل داخل هذا المنتخب، يدرك أن اللاعب لن يستطيع أن يخرج من هذا الوقع النفسي إلا بعمل إداري كبير، ولذلك كان هو على رأس هذا الموضوع. الأمر الثاني، يدرك أنه قد يكون هناك ضغط من بعض الجماهير تجاه اللاعب، وبالتالي مبادرته هنا يعطي إشارة على أن المسؤولين صحيح ما ودهم كان يخطى عبد الله المالك، ولا هو اللاعب ولا اللاعب يبغى يغلط، يعني بعد اللاعب هو غلطان بمزاجه. بالضبط. وبالتالي المسج ان احنا جميعا مع اللاعب، وندرك ان هذه هي لعبه كره القدم، وبالتالي مسج كبير جدا جدا جدا. وتعودنا احنا، شفناه ايضا في التصفيات لما اخطا فواز القرني كحارس، هو اول من مسك فواز وهو بطريقه في ممر الى غرفه الملابس. وبالتالي نعم، لان الامير عبد العزيز رياضي ويدرك ايش ابعاد مثل واثر مثل هذه الامور، وبالتالي شكرا سمو الامير، وباذن الله عبد الله صحيح ما راح يشارك في المباراه القادمه، لكن يظل من لعيبتنا الكبار اللي نبيه يرجع افضل وافضل كما فاجانا بعودته بعد غياب 9 أشهر. نروح لنقطه نظام برعايه STCP. يا ابو بدر كيف حالك؟ امسي عليك وعلى ضيوف الكرام. يا ابو بدر وشي هاردك لنا نعوضها ان شاء الله مباراه المكسيك القادمه، فان التوفيق. يا ابو بدر عندي 3 نقاط بقولها، واتوقع انت ضيوفك تتفقون معي فيها صراحه. الخصم اللي خلاه يقتل المباراه اول شيء عنده شيئين متفوق فيها عليك، في القوه البدنيه والطول. ثالث حاجه طريقه لعبك، انت تلعب عرضيات، فلعبتهم اطوال فبسرعه بيتخلصون من الكوره، وفان التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. مساء الخير يا أبو بدر، الحقيقة مستوى المنتخب مستوى مشرف ويرفع الرأس، أتمنى من الجميع رفع المعنويات للاعبين والتحفيز كي نكسب نقاط المكسيك، مستوى حقيقة خيالي، ما قصروا اليوم وكثر الله خيره، تحياتي للجميع. يا أبو بدر الله يجزاك خير، برنامج أرقى البرامج وأحسنها الرياضية، وذبحتنا بفاصل فاصل فاصل فاصل، ما يمدينا خلنا 10 دقائق وحين وانت حاط فاصل. يا أخي خلي في البرنامج كله فاصل واحد، خلينا نستمتع مع المحللي معك ومع حول ولا قوت. فاصل أصبح الدعايات، هذه حاطها للدعايات، البرنامج هذا للدعايات، وش نستفيد من هالدعايات هذه؟ ولا شيء. الله يجزاك خير يا أبو بدر، سلمني على نفسك. أنت تبغى MBC تقطع عيشنا الظاهر، أنت كذا بالطريقة هذه. حاضرين يا عم، ننقل وجهة نظرك للإدارة العليا في المجموعة. فهد السمحان يقول على الهاشتاج المنتخب السعودي يقدم مباراة. فهد أبو طالب يقول دكتور سلطان ما اختار فوز المنتخب على المكسيك لنتأهل، منتظر فوز بولندا، هل هذا يعني أن فوزنا على المكسيك صعب؟ لا إن شاء الله فوزنا على المكسيك متوقع، خاصة إنها هي أقل صعوبة من كل المنتخبات. الصعوبة في مباراة المكسيك إنك أمام منتخب يمتلك السرعة مثلك، إنك أمام منتخب أنت عندك تفقد أهم 3 عناصر، نتكلم عن مالكي وحتى الفرج وحتى شهراني، فالغيابات هي من صنعتك الخطورة والصعوبة، ولكن بإذن الله منتخبنا قادر بالأداء اللي حصل سواء مباراة الأرجنتين أو تأكيد اليوم الانتصار على المكسيك. شكرا لك دكتور سلطان اللحياني، تركي الغامدي، عماد السالمي، ومحمد الشيخ. عماد انتهى وقتي، عندك 5 ثواني قل. لا
خمس ثواني جزئيه كبيره جدا قدمها لنا رينارد اليوم بعدم مواجهه عبد الاله المالكي. لو كان مدرب اخر غير رينارد اليوم بسبب الصراعات البدنيه سيتم طرده ممكن الدقيقه 40 من الشوط الاول. شكرا. ولكن تناوب ما بينهم ما بين كنو يثبت لك انك انت امام مدرب كبير جدا. شكرا لك ابو بدر. غدا موعد اخر، تمسوا على الف الف خير.